في إطار العمل المستمر ديال الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كنظموا ثاني لقاء للمنظمة الجهوية في جهة الدار البيضاء ستات بعد اللقاء الأول اللي عقدناه في مدينة الداخلة في 25 يونيو. وهذا الشيء داخل في البرامج اللي كتقوم بهم الفيدرالية باش نكونوا دائما في عمل مستمر ديال التواصل وديال النقاش وديال الإنصات بحال اللي كانت في هذه السنوات الأخيرة. الموضوع ديال حقوق المرأة ورهان المستقبل جاء في ظل يعني التوجيهات والخطاب ديال صاحب الجلالة الله ينصرو بمناسبة عيد العرش المجيد، واللي سيدنا أعطى أهمية قصوى لقضايا المرأة في الخطاب ديالو وعطى توجيهات وخطة طريق باش نعملو في إطار تنمية تموقع المرأة في المجتمع لبناء مجتمع مغربي مزدهر. فالمجتمع ما يمكن له يتطور إلا إلى المرأة اللي كتمثل نفس المجتمع تلعب الدور الكامل ديالها. إحنا الحمد لله وصلنا في المغرب لمكتسبات جد مهمة في هذه العشرين سنة الأخيرة، وهذا الشيء كله بفضل السياسات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. عندنا مكتسبات جد مهمة من ناحية القانونية كمدونة الأسرة، كقانون الانتخاب، قانون الانتخابات الأخير تولي عطانا الثلث، القانون الجنسية، قانون ديال ضد العنف ضد المرأة، الدستور ديال 2011، وبرامج حكومية اللي مكنات المرأة باش تحسن الوضعية ديالها. ولكن رغم ذلك الإكراهات ما زال موجودة. عندنا أيضا فرق كبير ما بين الوضعية للنساء في المدن أو في القرى أو في المناطق البعيدة أو في الجبال. عندنا باقي كاين، واخا كان تحسين ديال تأنيت البنات في السلك الابتدائي والسلك العالي، باقي كاين فرق كبير ما بين المدن وما بين القرى. ورغم أن المغرب قدم يعني عدة قوانين جد مهمة، ولكن اللي كنلاحظوا هو يعني التأخر اللي كاين في التطبيق ديالهم أو سوء التطبيق ديال بعض المقتضيات، أو أيضا تأخير ديال باش تنزيل يعني القرارات اللي كيخصهم ينفذوا التنزيل ديالهم. فلهذا المسؤولية اللي علينا كنساء هي باش خصنا نزيدوا في هذا العمل ديالنا النضالي باش نواكبوا هذا تحسين وضعية المرأة. وحنا في داخل حزب التجمع الوطني الأحرار، الحزب ديالنا كان دائما واعي بالأهمية ديال المرأة وعطاها فرص كثيرة، ولا سيما في هذه الست سنوات الأخيرة بعد ما السيد الرئيس عزيز أخنوش أعطى التنظيمات الموازية لدى الشباب ولدى المرأة التنظيم والمكانة واللعب والإمكانيات باش يلعبوا الدور ديالهم. وإن شاء الله يد في اليد مع الحزب ومع جميع القوى الحية في بلادنا ومع المجتمع المدني غادي نعملوا إن شاء الله باش نجيو باقتراحات وبوثيقة خاصة فيما يخص مدونة الأسرة في المرحلة الأولى والتحيين ديالها والبرامج الأخرى إن شاء الله باش نكونوا في الموعد ديال هذه التوجيهات الملكية وباش نبنيو هذا المغرب المزدهر اللي كنا باغيين للمرأة تلعب فيه الدور ديالها. شكرا.